يسعد اوقاتكم مشاهدينا، مشاهدين الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم بتشوفونا. نحن متواجدين معكم اليوم الرابع بمعرض دمشق الدولي بدورته 59. تريدين الحلوى؟ كلا يا فله كلا. اذا كنت تاخذني في نزهه؟ قلت لك كلا يا فله كلا. اذا ماذا ايها الصياد؟ ارسلتني اليك لكي اتخلص منك. تتخلص مني انا؟ اسمعي يا فله اسمعي، زوجة أبيك تريد قتلك، إنها تكرهك جدا. ولكنني أحبها. اسمعي يا فله، اذهبي من هذا الطريق ولا تعودي إلى القصر مرة أخرى. ولكن أيها الصياد، أنا لا أعرف الطريق يا أطفال. كيف ألحق بالصياد؟ أيها الصياد. بالنسبة لي يا مولاتي، ولكنني الآن لا أرى أجمل منك. أنت الأجمل بين النساء. نعم أنا الأجمل بين النساء يا إلهي. هلا حنروح نحن وياكم لنشوف بقية الفعاليات لليوم الرابع بمعرض دمشق الدولي.
برغم قذائف الإرهاب، إلا أن فعاليات معرض دمشق الدولي لليوم الرابع استمرت بشكل طبيعي لتثبت للعالم بأن سوريا ستبقى تنبض بالحياة. للإخبارية السورية هالة السعدي، معرض دمشق الدولي.